تمام الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم كالمعتاد من إكسترا نيوز، بدايتها مع فعاليات منتدى ميونخ للأمن في نسخته 55 ومشاركة الرئيس السيسي في فعالياته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مصر وألمانيا خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على هامش منتدى ميونخ للأمن، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات الثنائية والتطور المضطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين وبصفة خاصة في الملف الاقتصادي. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية في مقدمتها الأزمة الليبية والسورية، فضلا عن الرؤية المصرية بشأن سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي والشراكة بين القارة الإفريقية وألمانيا. وقد أكدت المستشارة الألمانية حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بالقاهرة في مختلف المجالات لما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. كما أكد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الألمانية تعد واحدة من أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسيا واقتصاديا. وخلال استقباله رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركس سودر بمقر إقامته بميونخ، أشار الرئيس إلى وجود إرادة سياسية بين البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبي البلدين. وقد أعرب رئيس وزراء ولاية بافاريا عن حرصه على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، السيما في ظل ما باتت تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الإرهاب يعد التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية. وفي كلمته خلال منتدى ميونخ للأمن، دعا الرئيس السيسي إلى تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب في الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية وبعض المطامع الإقليمية. لا شك أن الإرهاب بات ظاهرة دولية لها مخاطر متعاظمة تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التي تعد التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية، بما في ذلك تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه، بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية. كما أكد الرئيس السيسي أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فتلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا إرثا ثقيلا على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين، ولا بد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع وفقا للمرجعات الدولية ذات الثلة والمتوافق عليها، وإعمالا لمبدأ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتخفيف من معاناتهم اليومية، لأن ذلك سيشكل نواة الانطلاق الفعلية للتوصل إلى حلول ناجحة للصراعات الأخرى. كما شدد الرئيس في كلمته على أن ملايين اللاجئين يعيشون باندماج كامل داخل المجتمع المصري، منوها إلى حرص مصر على عدم المتاجرة بهذه القضية. ولا يفوتني في هذا السياق أن أتحدث عن قضية الهجرة واللاجئين وما تتطلبه من معالجة تتسم بالشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمة المسببة لها، الأزمات المسببة لها، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة وأن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار.
التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا. وانطلاقاً من إدراك دول القارة الإفريقية لأهمية التعامل الفعال مع هذه الظاهرة، فقد انخرطت هذه الدول في عملتي فلتة والخرطوم، وشارك بعضها في وضع العهد الدولي للهجرة كإطار منظم يتيح التعاون والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا التحدي. كما ساهمت أيضاً الجهود والمبادرات الوطنية في العديد من الدول الإفريقية في تعزيز التعاون مع تلك الظاهرة، ومن بينها الجهود التي بذلتها مصر، حيث نجحت في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016. كما دخلت في آلية حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة. وقد حدد الرئيس السيسي أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، مؤكدا الحرص على دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة والإسراع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة حيز النفاذ. في ظل تلك التحديات تتمحور أولويات الاتحاد الإفريقي لعام 2019 حول دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، عبر التركيز على زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال الإسراع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلا عن الاستمرار في وضع برامج وخطة التنمية المستدامة في إطار أجندة أفريقيا 2063 موضع التخطيط والتنفيذ المتدرج والفعال، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية على ذلك الصعيد. ولعله من المهم في هذا الإطار أن أشير إلى أن أحد أولويات دول الاتحاد الإفريقي ونحن على عتاب عام إسكات المدافع بالقارة في 2020 هو ملف إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات، بما يتيح تحقيق الاستقرار في مختلف ربوع القارة من خلال بناء وتمكين مؤسسات الدولة الوطنية من الاطلاع بمهامها. واتصالا بذلك تعمل مصر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي على تشكيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. قال الرئيس السيسي إن الدولة تسعى لترسيخ مفهوم المواطنة والعيش المشترك والتسامح من خلال إجراءات وممارسات عملية. احنا في مصر لدينا أكبر، واحنا ما بنقدرش يعني لا نرفض ان يتقال اقلية او عدد محدود او اي حاجة من ده في مصر على المسيحيين، احنا بنقول اشقائنا مواطنينا المصريين، ما نقدرش نقول ابدا، ومش مقبول دلوقتي، مش مقبول دلوقتي في خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول منذ تولينا المسؤولية ان يقال في مصر مسيحي مسلم، مسيحي مصري مسيحي، او مصري مسلم، مفيش. اللي انا عايز اقوله يعني ده اجراء احنا خدناه، ويمكن احنا افتتحنا هذا العام يعني اكبر كاتدرائيه في الشرق الاوسط لاشقائنا المسيحيين دلوقتي في مصر في اطار اصلاح الخطاب الديني. ما قلناش مطالبات يعني مطالبات كده حوار ونقاش، لا، احنا عملنا ممارسات في مصر تهدف الى ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك بيننا وبين بعضنا. وفي إطار مشاركة الرئيس السيسي أيضا قال إن الجوار العربية الأوروبية هو جوار تاريخي، لافتا إلى أن المنطقة العربية تعد الشريك الأول للقارة الأوروبية. وأضاف الرئيس أن مؤتمر شرم الشيخ بين أوروبا والدول العربية يعد فرصة وخطوة أساسية مهمة لتعقبها خطوات أخرى. احنا شفنا إن عدم الاستقرار في منطقتنا العربية أو في بعض دولنا العربية كان ليه تأثير كبير جدا على الاستقرار في أوروبا. يعني لما نتكلم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، دي ظاهرة يعني كان أحد أسبابها عدم الاستقرار في بعض الدول، أفرز عنها إيه؟ من ضمن أسباب الهجرة غير الشرعية أنا بقول نزوح من جانب مواطنين في اتجاه أوروبا. ده كان تأثيره إيه؟ كان تأثيره يعني شكل من أشكال عدم الاستقرار. اللي انا عايز اقوله باختصار شديد جدا ان احنا بنحتاج في المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت الى مزيد من التواصل، مزيد من التنسيق، مزيد من الحوار لايجاد ارضيه اكثر
مشتركة أكثر من ذي قبل لمعالجة الموضوعات المختلفة ولتطوير التعاون فيما بيننا. وعشان كده تقديرنا أن المؤتمر اللي هيعقد في شرم الشيخ بين أوروبا وبين الدول العربية فرصة، وهي زي ما بقول كده هي خطوة أساسية مهمة جدا تعقبها إن شاء الله خطوات أخرى. وقد أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانس عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية الأوروبية خلال هذا الشهر بشرم الشيخ، موضحا خلال كلمته بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ أن القمة تحظى بأهمية خاصة وأن هناك توقعات عالية من مخرجات هذه القمة. أود أن أشكره على تنظيم هذه القمة وهي في وقتها بالضبط وهي في الدولة الصحيحة بالفعل. من الواضح أننا نحتاج إلى تعاون ومشترك أكثر قوة، ولدينا الآن أطر للعمل جيدة للغاية ويتم العمل على القضايا المختلفة، وأعتقد أن الوقت حان لكي يكون لدينا قمة ولأن يشارك بها جميع القادة في هذا التحالف، لأننا هنا لدينا كثير من القضايا التي علينا أن نعالجها، هناك الكثير من المشكلات، وأشعر بتفاؤل ونحن في موقف يجعلنا نستطيع حل هذه المشكلات، ولكن لا يمكن أن يحلها أي شخص بمفرده، لابد أن نعمل معا. أما المستشارة الألمانية أنجلا ميركل فقالت إن هناك ضرورة للعمل على دفع عجلة التعاون بين أوروبا وروسيا والصين. وفي كلمتها أمام منتدى ميونخ للأمن أشارت إلى أهمية حلف شمال الأطلسي الناتو في تحقيق الأمن بالقارة الأوروبية. هناك الكثير من الصراعات المتطلبة أن نتحدث عنها، أريد أبدأ بهذا في عملي الخاص. أن علاقتنا مع روسيا كانت في الماضي في شكل الاتحاد السوفيتي في أوقات كانت الحرب الباردة، وأيضا هناك كان علاقة بالسور برلين، وكنا نحاول أن نصل لعلاقات أفضل من في الماضي. في على مدار هذا المؤتمر السيدة هيلاري كلينتون والممثلين يجب أن تكون هناك تبادل بيننا، وقد تم في 2019 وهذا دليل على ذلك وجودهم هنا في الشراكة الاستراتيجية هي أهم شيء. أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزاز مصر بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الخمس الماضية استمرارا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وخلال لقائه وزير خارجية اليابان كونوتارو على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، جرى مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في إطار قمة التيكاد السابعة وقمة مجموعة العشرين في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي. وقد شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية الدور الذي تلعبه الدوائر الأمريكية المختلفة في تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر. وخلال لقائه وفد اللجنة اليهودية الأمريكية على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أكد شكري أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لا سيما في ظل توالي الأزمات وتزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الوضع في ليبيا الآن يتحرك بصورة إيجابية نحو الاستقرار. وأبدى سلامة في تصريحات لإكسترا نيوز أبدى قلقه من تطورات الأوضاع في الجنوب الليبي. نحن نشهد حالة متقدمة من الاستقطاب في النظام العالمي، وبما أني يعني حضرت عدة لقاءات عبر السنوات لمؤتمر ميونخ، فوجئت أن حدة الاستقطاب العالمي قد زادت هذه السنة عنها في السنوات الماضية، لا سيما داخل القارة الأوروبية، مما له أثار على مختلف مناطق العالم، لا سيما بين حلف الناتو وروسيا،
وهذا له تأثيرات كبيرة أيضا على الحوض المتوسط وعلى مناطق أخرى في العالم. تصريحات إذن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لموفدة إكسترا نيوز لما جبريل إلى مؤتمر ميونخ للأمن، وفيه يتحدث السيد غسان سلامة عن زيادة حدة الاستقطاب العالمي هذا العام قياسا بما شهده العالم في أعوام سابقة لا سيما داخل القارة الأوروبية، وتحدث في عدد من التطورات والملفات كذلك المرتبطة بالأزمة الليبية، خصوصا وأنه قد تولى مهام منصبه قبل أشهر، يتحدث عن رؤيته لإصلاح الأوضاع داخل الأراضي الليبية. أكد نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي في تصريحات لإكسترا نيوز أيضا أن ميليشيات الحوثي تسببت في أزمات عدة فضلا عن إسهامها في تدهور الأوضاع الإنسانية باليمن. ونحن حريصون على أن إيصال رسائل في هذا المؤتمر، لأن الرسائل تصل إلى المجتمع الأجنبي والمجتمع الغربي بصورة خاطئة خاصة على اليمن. القضية اليمنية الآن للأسف في هذه المؤتمرات ومؤتمرات أخرى تمحور حول القضية الإنسانية، وينظر إلى الملف اليمني على أنه ملف إنساني بحت، بينما الحقيقة غير ذلك بكثير. فهناك انقلاب حدث وهو الذي أدى إلى هذه المأساة الإنسانية، ولأجل حل قضية اليمن يجب إنهاء الانقلاب وبعدها العودة إلى مسألة المسار السلمي والسياسي. كما شدد نائب وزير الخارجية اليمنية على أن ما يحدث باليمن ليس حربا أهليا، وإنما انقلاب من ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية لحساب مخططات خارجية تستهدف اليمن ودولا أخرى بالمنطقة. هناك رسائل عامة، الأولى هي الحرب فرضت علينا، لم تكن خيار ولكن كانت ضرورة، وهذا يجب أن يكون واضح. هي ليست حرب أهلية وإنما انقلاب على شرعية في فترة حساسة. كان هناك اتفاق ومرحلة بعد الربيع العربي، كان هناك مرحلة انتقالية تم الانقضاض عليها في نهايتها بهذا الانقلاب. فالرسالة الأولى الحرب هي ضرورة وليست مسألة اختيار. المسألة الثانية الرسائل الدولية مهمة. كنا في الكويت قبل عامين على أمل وكنا يعني قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق، ولكن الرسائل الدولية كانت آنذاك غير صحيحة وسلبية نوعا ما، فلم يتم الاتفاق. الآن بوجود تحرك ضد إيران، وهذا شيء مهم لأنه دورهم للأسف سيء جدا في المنطقة ومزعزع خاصة في اليمن ودول أخرى، هناك رسائل قوية لإيران. الآن نرى تغير من هذا الاتجاه، وأنا متأكد أن هذه الرسائل الإيجابية ستساعد في الحل. قال وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكفيتش إن مؤتمر ميونخ للأمن يعكس التحديات التي باتت تواجه العالم وأزمات المنطقة وقضايا الأمن والسلم. وفي تصريحات لإكسترا نيوز أيضا على هامش مشاركته في منتدى ميونخ للأمن، أوضح المسؤول اللاتفي أن هناك اهتماما خاصا قبل رؤساء الحكومات والوزراء المشاركين في المؤتمر بقضايا الأمن الإلكتروني وما لها من تأثير مباشر على القضايا الاقتصادية. كما ترى لا يمكننا التفرقة في هذه الأيام ما بين الأمن الداخلي والأمن على المستوى الدولي وتفرقته عن الجوانب الأخرى. فالآن الملفات الأمنية كلها مرتبطة بالأمن السيبراني والتي نطلق عليها الحرب الإلكترونية، وهي حرب تؤثر على القضايا الاقتصادية بشكل مباشر، وبالتالي فهي تهديد للأمن. لذلك نجد اهتماما خاصا من قبل رؤساء الحكومات والوزراء وكذلك رؤساء الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى والمسؤولين في مراكز الأبحاث والمختصين في قضايا التجارة والمناخ وكل شيء. منتدى ميونخ للأمن صنف كأبرز منتدى عالمي من قبل جامعة بنسلفانيا الأمريكية. همام مجاهد يستعرض لنا في سياق هذا العرض أبرز المعلومات عن فعاليات النسخة 55 لهذا المنتدى. أهلا بكم. يعد مؤتمر ميونخ للأمن منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم، يتم من خلاله بحث القضايا الأمنية، كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة للتواصل بشكل غير رسمي. تأسس المؤتمر عام 1963 كإحدى وسائل التقريب بين وجهات نظر كبار القادة في العالم، وذلك لتفادي نشوب حرب عالمية جديدة. وتغير اسم المؤتمر على مدى العقود الماضية عدة مرات حتى استقر على اسمه الراهن، وارتفع عدد المشاركين به من 60 شخصا عام 63 ليصل إلى 350 مشاركا في 2018. فقع مؤتمر ميونخ للأمن في أهميته مؤتمر ديفوز الاقتصادية، وأصبح أهم مؤتمر دولي للأمن في العالم،
ويتم تنظيم المؤتمر كحدث خاص غير رسمي دون اتخاذ قرارات حكومية ملزمة، ولا يصدر عنه بيان نهائي مشترك. يرأس المؤتمر منذ عام 2009 الدبلوماسي الألماني السابق وسفير ألمانيا الأسبق في واشنطن فولفغانغ إيشينغر، والذي حول المؤتمر لمنظمة غير هادفة للربح منذ عام 2011. شهد عام 2009 بداية التحولات الكبرى في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث بدأ منح جائزة باسم إيفالد فون كليست الذي أسس مؤتمر ميونخ للأمن للأفراد الذين ساهموا بشكل بارز في حل النزاعات وإقرار السلم الدولية، ومن أبرز الفائزين بها هنري كيسنجر وخبير سولانا. ومن أهم الأحداث التي شهدها ميونخ للأمن على مدى تاريخه كان تبادل كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أدوات التصديق على معاهدة ستارت الجديدة، معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، في دورة المؤتمر لعام 2011. ويشمل جدول أعمال المؤتمر هذا العام العديد من الموضوعات، على رأسها مناقشة مستقبل الحد من التسلح والتعاون في مجال السياسة الدفاعية وتأثيرات تغير المناخ والابتكارات التكنولوجية على الأمن الدولي ودراسة العلاقة بين السياسات التجارية والأمنية. كان هذا عرضا سريعا ومختصرا لمؤتمر ميونخ للأمن منذ عام 1963 وحتى دورته الحالية. شكرا لكم على طيب المتابعة وعودة إلى الزملاء. بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، ونتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا وفي مقدمتهم ألمانيا. ويسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في مشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا. أنا أتطلع من أجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والارتقاء بها نحو أفاق أرحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني الصديقين.
أعلنت القوات المسلحة مقتل 7 إرهابيين خلال مهاجمتهم أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. أوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أنه نتيجة تبادل إطلاق النيران بين قوة الارتكاز والعناصر الإرهابية فقد تمت إصابة واستشهاد ضابط و14 درجة أخرى، لافتا إلى أنه جار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث. وصف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفي جبالي حصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحكمة عام 2012 بأنه ذكرى أليمة وفارقة في تاريخ المحكمة، مضيفا في لقاء مع برنامج المواجهة الذي يذاع في 10 مساء هذا اليوم أن هذا الحصار لم يؤثر في قضاة المحكمة. لو شفنا المحاكم العليا والمحاكم الدستورية في الدول اللي بنقول عليها المتقدمة اللي هي فائقة في وصولها للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، هل بنجد أي رد فعل من رئيس الدولة أو السلطات على حكم صدر ضده؟ إطلاقا، بيحترم بمجرد صدور الحكم. فكان هذه الذكرى الصعبة الأليمة يعني نقطة فارقة عندنا. أولا القاضي المصري بصفة عامة قاضي شجاع، ياما القاضي المصري بصفة عامة، لا أتحدث فقط عن القاضي الدستوري أو قضاء المحاكم العليا، القاضي المصري دائما شجاع لأنه قاضي يقضي بالعدل، وزي ما قلت المادة اللي بيحكم فيها هي ملف الدعوة، لا ينظر للمدعي أو المدعى عليه، ويعلم تماما أن العدل دي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فطبعا القاضي لا ينظر لوقته الحالي وإنما دايما ينظر إلى ما سوف يلقاه في الآخرة. فالقاضي المصري مؤمن متدين شجاع، كل هذه المسائل سواء حصار المحكمة عندنا أو أي أمور أخرى مرت كذكرى سيئة لا تؤثر فينا. دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للاستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات القضاء. وفي كلمته أمام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية بمقر المحكمة الدستورية بالقاهرة، قال مدبولي إن شعوب القارة الإفريقية تحث الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة العقبات التي تحول دون وصول الفرضية القضائية الكاملة والناجزة للجميع ضمانا لسيادة القانون وإعلاء لمبادئ حياد القضاء ونزاهته. إن شعوب قارتنا تحث الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة العقبات التي تحول دون وصول الطردية القضائية الكاملة والناجزة للجميع ضمانا لسيادة القانون وإعلاء لمبادئ حياد القضاء ونزاهته وامتثالا لقيم المساواة وتكافؤ الفرص والمحاكمة المنصفة وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء ومعايير توازنه وتكامله مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولا يفوت في هذا المقام الكريم دعوتكم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للاستفادة القصوى من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات القضاء المتعددة، وذلك لتعظيم النتائج المبتغاة من الحصول على معلومات قانونية موثقة تدعم أداء الخدمة القضائية وتيسر سبل الإصلاح التشريعي والتدريب المستمر للقضاء ولسائر العاملين في المنظومة القضائية. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في تصريحات لإكسترا نيوز إن المنصة الإلكترونية القضائية التي أطلقتها المحكمة ستجمع كل البيانات الخاصة بالأحكام وتسهل عملية البحث على الباحثين والقضاء. الإلكترونية هتجمع جميع المعلومات الخاصة بالأحكام ومبادئ الأحكام في المحاكم العليا بصفة عامة وفي القضاء الدستوري بصفة عامة بصفة خاصة، هتسهل للباحثين وللقضاء ولجميع المهتمين بالشأن الدستوري، هتسهل لهم البحث بحيث على هذه المنصة هتجمع جميع الأفكار مرة واحدة بدل ما كان الباحث أو القاضي بيجتهد أيام وليالي،
هيجد مادة خصبة سهلة قدامه بالبحث السريع، البحث على الانترنت، الأمور هتتسهل كثيرا بالنسبة له، اختصار للوقت، تكثيف للمعلومات، تحديث لأحدث المعلومات في مجال القضاء الدستوري. نشكل النواة الأولى للشبكة بحيث النهاردة عندنا صفحات خاصة بجميع الدول الأفريقية ومتاحة للجميع، فيها معلومات قضائية تتعلق بالدساتير هذه الدول، الأحكام الصادرة من المحاكم العليا فيهم، القوانين المنظمة القضاء، القوانين المتعلقة بالحريات، النظام التقاضي، كل المعلومات القضائية التي تهم أي باحث هيجدها موجودة في هذا الأمر. فهي طبعا بتخدم القضاء وبتخدم الشعوب، الناس نفسها تعرف يعني إيه نظام قضائي في دولة معينة وإزاي يتعاملوا معاه وإزاي يستفيدوا منه. وأيضا بالنسبة للباحثين أكاديميين اللي هم ده المجال بتاعهم، إن هم بيعقدوا مقارنات بين النظم القضائية المختلفة، فده زي ما قلت مشروع بالغ الأهمية. المنصة اللي أعلن عنها النهاردة معالي رئيس المحكمة دي تتضمن كل الأحكام والقرارات اللي بتصدرها المحاكم الدستورية على مستوى القارة الأفريقية، دي هتبقى في متناول كل الدول الأفريقية إن شاء الله. إحنا هنعقب هذا الأمر بإذن الله فيما هو قادم بمنتج جديد اللي هو موسوعة دستورية أفريقية، وهذا الأمر لم يسبقنا عليه أي دولة من دول العالم أو أي قارة من قارات العالم. هذه الموسوعة الدستورية سوف تتضمن الدساتير الأفريقية للدول الأفريقية جميعها، مقارنة مع بعضها البعض، ثم شرح للمضامين الحقوق التي تضمنتها الدساتير، ثم الأحكام التي أصدرتها كل محكمة من المحاكم الأفريقية، لكي تكون في متناول كل الدول الأفريقية وكل من يسعى إلى معرفة المضامين الحقوق الدستورية في الدولة الأفريقية في القارة الأفريقية. انتهت أولى الخطوات العملية التي تنظم عملية تعديل بعض مواد الدستور بعد أن وافقت أغلبية أعضاء مجلس النواب بشكل مبدئي على مقترح التعديلات، ليبدأ من بعد ذلك عمل اللجنة التشريعية والدستورية لصياغة التعديلات تمهيدا لطرحها على ممثلي الشعب للنقاش في الجلسات العامة للمجلس. بأغلبية 485 عضوا وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، وذلك عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتأتي التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان لتزيد من التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، إذ يهدف تعديل المادة 102 من دستور 2014 إلى دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دور المرأة، وخاصة في ظل ما أولته الدولة من اهتمام لتمكينها في ظل ما أثبتته المرأة المصرية من نجاحات خلال السنوات الماضية، بدءا من مشاركتها بقوة في العملية السياسية مرورا بنجاحها في الوظائف القيادية بالدولة، حتى أن الرئيس السيسي أعلن عام 2017 عام المرأة المصرية لينتصر لها ويؤكد عظمتها وحرصه على الاهتمام بها وبدورها في المجتمع. وتهدف التعديلات الدستورية لوضع نسبة محجوزة للمرأة لا تقل عن 25% من مجموع المقاعد في مجلس النواب، كما يهدف تعديل المادتين 243 و244 من دستور عام 2014 إلى استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين الذين يعتبرون عصب الاقتصاد المصري، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بوضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي ليؤكد دورهم القوي في المجتمع. كما أولت التعديلات الدستورية اهتماما لتمثيل ملائم للشباب في مجلس النواب وإعطاء لهم الدور في رسم سياسات وتشريعات الدولة، إيمانا بدور الشباب القوي في المجتمع، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من محفل، كما وضح جليا في تنظيم مصر دورات الشباب الدورية وكذلك منتدى شباب العالم ليعكس استراتيجيته متوسطة وبعيدة المدى بإشراكهم في بناء حضارة شبابية كامتداد لحضارة مصر العريقة.
التعديلات الدستورية تهدف أيضا إلى وضع تمثيل مناسب للأقباط في مجلس النواب، حيث تولي الدولة أهمية خاصة لدعم المواطنة لتبقى مصر نموذجا يحترم التعددية والتقدير لكل المواطنين على اختلاف معتقداتهم الدينية. ولم تخفل التعديلات الدستورية حق المصريين بالخارج في التمثيل المناسب لهم في مجلس النواب، خاصة في ظل السياسة الجديدة التي توليها مصر في الاستفادة من خبرات أبنائها في الخارج سواء العملية أو العلمية، وهو ما يؤكد ضرورة مشاركتهم بصورة أكبر في واقع المجتمع المصري. كما ركزت التعديلات الدستورية الجديدة على منح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون 10% تقريبا من سكان مصر فرصة أكبر للتمثيل داخل مجلس النواب، وهذا يعد انعكاسا لما توليه الدولة من أهمية لهذه الشريحة التي أثبتت نجاحا في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية، وهو ما ظهر جليا في تخصيص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، إذن بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي، أثبت الواقع العملي الدور الكبير لتلك الفئات داخل أروقة مجلس النواب ومساهمتهم الفعالة في صياغة القوانين وتعديلها، فضلا عن ترسخ تعديل هاتين المادتين وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني. تلك الإيجابيات للتعديلات الدستورية التي تهدف لاستقرار الدولة وتحقيق مصلحة المواطن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لحسم هذا الماراثون الدستوري، هي ما دفعت نواب البرلمان لإبداء موافقتهم من حيث المبدأ عليها لتكون خطوة جديدة في دفع مسار الحياة السياسية المصرية إلى الأمام. قالت وزيرة التخطيط والمتابعة هالة السعيد إن الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قصوى للدولة في إطار تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في الاستثمار في البشر. جاء ذلك خلال افتتاحها المؤتمر الإقليمي التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة، والذي يستضيفه معهد التخطيط القومي تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وممثلي المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية. الوطن العربي الحقيقة به الكثير من الكفاءات والكثير من القدرات والإمكانيات، ولكن بيظل حالنا أنه في الدول العربية أنه ما زال التعليم ومستوى جودة التعليم لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات. إحنا مصر الحمد لله عندنا السنة دي استراتيجية جديدة للتعليم سواء التعليم العالي أو التعليم ما قبل الجامعي، والسنة دي أول سنة بتبقى الرئيس بيخصص عام 2019 عاما للتعليم، فبنعرض فيه كل التحديات اللي احنا بنقابلها وايه التوجهات الجديده، برنامج عمل الحكومه في التعليم شكله ايه، لان احنا بنتكلم على استراتيجيه بتعتمد على التعلم على الابتكار انها تلائم احتياجات العصر، احتياجات العصر الرقمي، كل هذه الكلام محتاجين تخصصات، تبقاش تخصصات محدده ودقيقه، تبقى تخصصات النهارده متداخله مع بعضها، فده شيء مهم جدا ان احنا نناقش هذه التحديات، يبقى في رؤيه موحده على مستوى الوطن العربي. يعني وجود كوكب من الشخصيات التربويه والمؤسسات التربويه على راس هذا المؤتمر، يعني موضوع هام جدا انه احنا نطلع الى كيف يمكن ان نصلح منظومه التعليم في الوطن العربي للألفية القادمة. يعني إحنا يجب أن نخطط لأبنائنا يعني بعد 10 سنوات أو كمان أكثر من ذلك، كيف يمكن أن نصلح التعليم سواء كان من ناحية المناهج المدرسية الكتب المدرسية، كيف يمكن أن ننظر إلى المراحل التعليم المختلفة سواء كان من مرحلة الروضة إلى مرحلة الشهادة الجامعية أيضا الأولى ومن ثم بعد ذلك الشهادات الأخرى، ما 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 هدفنا من ذلك؟ يعني ماذا نريد من العملية التعليمية؟ في كل دولة من الدول العربية فيها جهود، يعني احنا عندنا في مصر في جهود في النظام التعليم الجديد اللي بيتمثل في كيجوان وكيجيتو وأولى ابتدائي وإن شاء الله ماشيين في السلم، كذلك في جهود في المرحلة الثانوية، تغيير نظام التقييم بما يدعو للتفكير زي ما تفضل وزير التربية والتعليم. الحقيقة الكلمة التي أشار بها أيضا وزير التعليم العالي إن احنا نفكر كلنا في الوطن العربي ونكمل بعض ويبقى في نظام التحالفات اللي موجود، لأن كل دولة من الدول عندها نقطة
نقطة تميز، لكن لما هنتكامل مع بعض ونتحالف مع بعض هنعمل قيمة مضافة كبرى بإذن الله. في الحقيقة مصر بتستعيد قوتها الناعمة في العالم العربي والإفريقي وفي المحيط الدولي، وفي هذا الإطار بيتم طرح أشكال جديدة من أشكال الوحدة بين العالم العربي. للأشكال التقليدية للوحدة اللي فشلت، اللي هي كانت بتقوم على الأنماط اللي هي الموروثة، كلها فشلت، فإحنا لازم نبحث عن طرق جديدة للوحدة العربية، مش بالمعنى التقليدي ولكن بمعنى توحيد النظم. فالنهاردة مؤتمر التعليم في الوطن العربي بيأتي كعلامة مهمة جدا لدور مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومع الجهات المعنية من أجل وضع استراتيجيات وتوحيد الرؤى في إصلاح التعليم في الوطن العربي. قال قداسة البابا طودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن مصر لها مكانة خاصة في التاريخ والجغرافيا، هي تجمع البحرين الأحمر والمتوسط فضلا عن كونها أكثر دولة ذكرت في الكتاب المقدس. أضاف البابا طودروس خلال كلمته في الندوة التي عقدتها الجامعة البريطانية بالقاهرة بعنوان المحبة والتسامح، قال إن مصر تستخدم استراتيجية التنمية المستدامة وأن أهم بنود الاستراتيجية هو المشاركة والعمل الجماعي. ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد اليوم بجامعة القاهرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالمنظومة الجامعية وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية. كما شهد الوزير تكريم رؤساء الجامعات الحكومية دعما لجهودهم الثمينة وما قدموه لمنظومة التعليم خلال فترات سابقة. كنا بنطلب ان من خلال الاكتفاء الذاتي او تنمية الموارد ان يكون هناك دعم مادي ان امكن لتحسين احوال العاملين في المجتمع الاكاديمي اعتمادا على الموارد الذاتية، بس بشكل ايضا ده مش طبعا كل الموارد بتختلف من مكان لمكان، ولكن ارجو ان يكون هناك خطة موضوعة لتنمية الموارد اولا، ثم استغلال الموارد دي في دعم المادي للعاملين بالقطاع الجامعي سواء اعضاء التدريس هي معاونة العاملين الموظفين، يعني نقدر نحن نساعد في هذا القطاع. نمرة 4، الحقيقة احنا محتاجين نعمل لقاءات، وده تكليف رسمي الحقيقة ان يكون هناك لقاءات مع جموع الشباب في الجامعات لشرح المشاريع القومية بشكل مفصل. نعود مجددا لما استهللنا به هذه الجولة منتدى ميونخ للأمن في دورات 55 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما تابعنا كان جانبا مهما مما أورده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمتها اليوم، تحدث عن مرتكزات السياسة الخارجية المصرية وكذلك المنظور الأمني والتنموي لإيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة فضلا عن المقاربة الشاملة لقضايا الإرهاب. من هناك مفادتنا إلى إكسترا نيوز لما جبريل ستنضم إلينا هذه اللقطات التي نتابعها مع حضراتكم الآن. كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بعد ذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة نقاشية إلى جواره كان الرئيس كلاوس يوهانس الرئيس الروماني الذي تترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة لهذا العام، تماما كما تترأس مصر ويترأس الرئيس السيسي الاتحاد الأفريقي لهذا العام. كل تحدث عن آفاق التنمية المرتبطة بقارته والشراكة العربية الأوروبية في ضوء القمة العربية الأوروبية المرتقبة في شرم الشيخ أواخر هذا الشهر. إلى لما جبريل مفادتنا إلى هناك التي ستطلعنا على ما تبقى في جدول أعمال هذا اليوم، سواء كان عبر كلمات المسؤولين الرسميين أو الباحثين المعنيين بالشؤون الأمنية أو كذلك بعض الجلسات النقاشية أو القمم الثنائية. إليك لما. لما جبريل لا أعلم إذا كانت تسمعني أم لا، لكن على أي حال أنا سأعود إليها مجددا. لما، ما الذي تبقى من فعاليات هذا اليوم سواء كانت كلمات المسؤولين الرسميين والأمنيين الحاضرين في فعاليات هذا المنتدى أو القمم الثنائية أو الجلسات النقاشية التي يمكن أن تعقد؟
زيد اهلا بك اسمعك هذه المره. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد من امام فندق بايرنهاف والذي او بايرنشاف والذي ربما ينعقد بداخله كل الجلسات اذا كانت العامه او الجلسات المغلقه بين الزعماء المتواجدين هنا من الجانب الاوروبي والامريكي وحتى العربي. يعني صباح اليوم بدات جلسات اليوم بالجلسة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وابتلت هذه الكلمة كلمة للرئيس الروماني ومن ثم كلمة أيضا هامة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. عقب هذه الكلمة كان هناك جلسة مباحثات ثنائية بين الوفد المصري والوفد الألماني. عقب ذلك كان هناك كلمة أيضا هامة جدا لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوفد الأمريكي هنا في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 55، ومن خلال الرسائل التي من الواضح أنه هناك تركيز عليها وهي مسألة أو ملف إيران وضرورة دحر قوى إيران وضرورة المواجهة الشاملة بين كل الدول لمواجهة إيران بشكل أو بآخر. أيضا حث الاتحاد الأوروبي على الانسحاب هي الأخرى من الاتفاق النووي. كان عقب ذلك هناك أيضا كلمة لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، والحقيقة أنه أيضا كان له تصريحات هامة وكان معظمها نتحدث يعني عن انه اشار الى انه امام مؤتمر ميونخ ان الى انه الاتحاد الاوروبي سمح بالانجرار الى مواجهة لا معنى لها مع روسيا. نتحدث ايضا انه اليوم هناك كلمة او هناك جلسة عن المخاطر في دول الساحل. هذا حتى الان ابو زيد. نعم، لما حديث وزير الخارجية الروسي بدأ وكأنه مهم للغاية، ليس فقط من حيثية المتحدث باعتباره وزير الخارجية لقطب من بين أهم الأقطاب العالمية، ولكن لطبيعة المناكفات بين قوسين الحاصلة بين روسيا والمجتمع الغربي، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هل بدأ وكأن هناك نية لحديث أكثر وضوحا عن علاقة روسيا المنتظرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان مرتبط بتنسيق في سوريا، بتنسيق في ملفات مختلفة، أو كان مرتبط حتى بالإطار الثنائي بينهما، معاهدة حظر لانتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى أو قصيرة المدى؟ هل بدأ وكأن هناك أي أفق مرتبط إما بالتنسيق أو بالتفاهمات بين الطرفين؟ بس هقول لك أبو زيد، يعني هناك بالفعل بعض المعلومات التي وردتنا أن هناك اجتماع سري بين الوفد الأمريكي والوفد الروسي في هذا الإطار تحديدا، وفيما يخص اتفاقية أو أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل خرقت اتفاقيتها مع روسيا لنشر الأسلحة. فيما يخص هذا، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز هذه الفترة، يعني حتى من مؤتمر وورسو إلى هنا بنفس ذات الرسائل بنفس ذات التصريحات من قبل مايك بنس وزير أو عفوا نائب الرئيس الأمريكي بضرورة المواجهة الشاملة العالمية بما فيها الدول الأوروبية والروسية ضد إيران. الجانب الآخر الجانب الروسي بالفعل، يعني وزير الخارجية الروسي كثيرا ما يكون لديه هذه التصريحات المباشرة وصريحة، ولكن أعتقد حسب المصادر وحسب بعض الكلام وراء الكواليس أنا تركيز أكثر على خرق الولايات المتحدة الأمريكية وخرق اتفاقية انتشار والأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها بأوروبا لما لها مشكلة ما ليست فقط مرتبطة بحجم إسهام الأوروبيين في ميزانية حلف الشمال الأطلسي، والرئيس الأمريكي منذ البداية قال أن عليهم أن يعيدوا النظر في حجم مساهمتهم، وأن الولايات المتحدة لن تقدم عطايا مجانية لضبط الأمن الأوروبي وضبط أمن الشركاء هكذا مجانا. هناك مشكلة أخرى بدت واضحة أيضا أنت أشرت إليها، مرتبطة بالتقريع أو التوبيخ الذي يشنه مايك بنس لعدد من الشركاء الأوروبيين الذين يحثهم حثا أو يأمرهم أمرا بحتمية الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران. ما الذي تقوله طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في محفل كهذا في ضوء كل المعطيات التي أشرت إليها؟
بس يعني في هذه النقطة تحديدا أنجلا ميركل اليوم كان لها تصريحات هامة جدا لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحتى احتفى بها كل الأوروبيون في هذا الإطار حتى الحاضرين يعني. وكان هناك لقطة كده لإيفانكا ترامب وهي غير سعيدة بالتصريحات التي أدلت بها أنجلا ميركل لها علاقة بربما صدمتها من استراتيجية الأمن القومي المتبعة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جانب. من جانب آخر تصريحات مايك بنس لا أعرف إلى ماذا هذا يشير، ولكن من الواضح أن هناك مواجهة من شكل آخر على ملفات خارجية من أهمها أعتقد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الهدف، يعني هو إضعاف إيران بكل الأشكال. والجانب الآخر أعتقد أن أوروبا تنظر إلى شراكة مختلفة وإلى وضع عالمي مختلف. يعني ليست إيفانكا وحدها الغاضبة من المستشارة أنجلا ميركل، أبو إيفانكا ذاته الرئيس دونالد ترامب كان يشاطره هذا الغضب في مناسبات سابقة. أنا أشكرك لما جبريل مفادتنا على الهواء مباشرة منضمة إلينا من عاصمة الولاية البافارية ميونخ، شكرا جزيلا لك. ختاما هذا تفكير بعناوين. الرئيس السيسي يؤكد للمستشارة الألمانية الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع ألمانيا. والرئيس السيسي يؤكد أن الإرهاب بات ظاهرة دولية تؤدي إلى زعزعة استقرار الدول. القوات المسلحة تقضي على 7 من العناصر الإرهابية في شمال سيناء. تابعوا دوما المزيد من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.